حنحضر كسرول للدجاج بالرز والبابريكا. هيدي من الوصفات الكتير طيبة، وأحلى شي فيها إنه الرز رح ينطبخ بالفرن، يعني طريقة جديدة لتحضير الرز. شوفوا الطريقة واتبعوها مظبوط، حتلاقوا وصفة ولا أروع. حتبل بالملح وفلفل أسود. بعد ما تبلتهم حأخذهم على المقلاية مع شوية زيت نباتي، واتأكد أنه تحمروا مظبوط، أهم شي ميلة الجلدة. منتبل الجهة الثانية بالفلفل والملح، برجع بقلبهم وبسويهم تاني ميلة. هلأ صار وقت أني حضر الخضرة. بدي حط بصل وثوم وفلفل رومي أحمر، كل هيدي مكونات رح تضيف طيابة على الرز اللي عم نحضره. فشوفوا هلأ كيف بدي أفرمهم. أول شي عندي بصلة، هلأ عندي 3 حصوص ثوم بدي أفرمهم، حبة فليفلة حمراء. هلأ بنفس الزيت اللي قليت فيه الدجاج رح قلي الخضرة اللي قطعتها. كتير مهم انه اخذ هيدا الزيت اللي انا قليت فيه الدجاج، ليش؟ لحتى احصل على طعمة الدجاج مع الخضار، مش قليهم بزيت عادي وما تطلع طعمة الدجاج مع الوصفة. فهيدي خطوة كتير مهمة لازم تعملوها بالوصفة. معلقة ملح صغيرة، معلقة بابريكا صغيرة، معلقتين كبار معجون الطماطم وفلفل اسود. بنقلبهم بهالشكل. حضيف كوب من الرز المغسول والمصفى. حارجع اخلط الرز مع الخضرة على النار، قلبهم تقليبة واحدة وبنقلهم على طبق الفرن. بعد ما تقلى الرز مع الخضرة نقلتهم على الطبق اللي بده يفوت على الفرن. رح حط عليهم فخاد الدجاج اللي قليناهن ومرق الدجاج، وبنخبز الطبق كله بالفرن. هلا رح اخذها غطيها وحطها بفرن حامي على درجة حرارة 200، تاخذ تقريبا شي 20 دقيقة او 30 دقيقة بتكون صارت جاهزة. كتير حلو انه نستعمل تقنيات مختلفة بتحضير الرز. هلا هيدي التقنية بتضمن لكم انه الرز ما يتخبص، خصوصا اذا انتبهتوا قد حطيتوا سوائل. هي تقريبا مثل الطنجرة العادة، بتاخذ كباية رز، انا عم بستعمل البسمتي، بتحطوا لها كبايتين مي. بعد ما اخذت بالفرن تقريبا 25 دقيقة شلنا عنها الالومنيوم فويل، وشوفوا ما احلى شكلها طلعت. هلا شو مندوب هيك الرز ما احلاه. مش معقول الطعمة شو طيبة، ومش معقول كيف الرز كل حبة بحبتها. صدقوني طريقة طبخ الرز بالفرن من أروع ما يكون، اعتمدوها. شفتوا قد ايه طيبة هالوصفة؟ اشتركوا بقناة الآن على اليوتيوب لتشوفوها وتشوفوا وصفات كتير غيرها.